ساعات قليلة تقفز بك سنين عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. لما تيجي تبص في تفسير الآية دي بس ليلة القدر خير من ألف شهر، هتلاقي إن كتير جدا من علماء التفسير لما جم يفسروا الآية دي قالوا إن عبادتك في الليلة دي بتساوي نفس العبادة في ألف شهر، بل أحسن من كده كمان. بمعنى إن الصلاة في ليلة القدر أفضل من الصلاة في ألف شهر. مفهومش ليلة القدر. إن القيام في ليلة القدر أفضل من القيام في ألف شهر. مفهومش ليلة القدر. إن الذكر في ليلة القدر أفضل من الذكر في ألف شهر. مفهومش ليلة القدر. إن الدعاء والتضرع والسجود والركوع والقيام والبكاء لربنا سبحانه وتعالى في ليلة القدر أفضل منه إن أنت تصلي وتقرأ وتخشع وتبكي وتدعو ربنا في ألف شهر. مفهومش ليلة القدر. شفت أنت مضيع من نفسك أجر قد إيه؟ قفزة، والله قفزة زمنية كبيرة حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى وفي رصيد حسابك عند ربنا. اوعى اوعى تقع في الفخ اللي هيضيع منك الأجر العظيم ده. صلي وادعي وعيط واسجد واركع وقرب لربنا واتكلم مع ربنا وقول له يا رب انا فيا 1 2 3 4 مش عارف اتخلص منه. روح له، روح له بضعفك، روح له بذنوبك، روح له بكل البلاوي اللي على والله كلنا بلاوي. روح له زي ما انت، اوعى تغير حاجه فيه. بعد ما تروح له هتتغير، بس روح له واوعى تمل. اوعى تمل من مروحك لربنا سبحانه وتعالى، من صلاتك لربنا سبحانه وتعالى. كانوا قالوا قبل كده من اجمن طرق الباب فتح له، هيتفتح لك الباب، باب الفرج وباب الرزق وباب المغفرة وباب الرحمة وباب الإحسان وباب الغفران وباب العطاء وكل الأبواب اللي انت عايزها تتفتح لك من ربنا سبحانه وتعالى. بس انت افضل خبط على الأبواب دي، افضل روح له، افضل ادعي. اوعى 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 تضيع منك ليلة بألف شهر. انا كنت خلاص عزمت ان انا مش هفتح ولا هقعد ولا هتابع اي حاجة على السوشيال ميديا لمدة 10 أيام الاخر من رمضان دول، ولكن سبحان الله لما عرفت التفسير العجيب ده قلت لعل ربنا سبحانه وتعالى يكون باعت الفيديو ده لحد رسالة لربنا من ربنا سبحانه تعالى ليك او لاي حد. سبحان الله والله، فربنا قدرني ان انا اعمل فيديو ده في وقت مش مرتب لي، وقت مش محدد، مش عامل حسابي، مش محضر، مش اي حاجه خالص. والله العظيم استغل والله، ابعد عن اي ملهيات هتلهيك عن ربنا سبحانه وتعالى، خاصه في الايام دي. ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. تعرض لنفحه ربنا، تعرض لمواسم الطاعات، تعرض للايام القليلات المعدودات الفاضلات لربنا سبحانه وتعالى. انعم عليك ان هو ادهالك، وانعم عليك ان انت فضلت عايش لحد ما تعيش الايام دي. بس كده الجزء اللي جاي خاص بالناس اللي على اليوتيوب. هشكر بس كام واحد كده عاملين سبسكرايب عندي، فلو حابب تعرفهم او ممكن انت تكون واحد منهم، ممكن تروح تبقى تشوف الفيديو على اليوتيوب. بتوع الفيسبوك حد هنا سلام عليكم. نيجي بقى لليوتيوب وحبايبي اللي على اليوتيوب، 120,000 تقريبا. والله بحبكم في الله واحد واحد والله العظيم، وبعزكم جدا في الله، وليكم عندي معزه خاصه ومقصر في حقكم جدا، لكن سامحوني والله غصب عني جدا جدا جدا. من هنا ورايح ان شاء الله هيبقى في كل اخر فيديو ليكم انتم مخصوص للي موجودين على اليوتيوب، هختار كده او هخش اجيب كده عشوائي كذا واحد من اللي عاملين سبسكرايب للقناه وهشكرهم. يلا نبدا النهارده، يلا نبدا. شكرا مقدما لكل اللي هقولهم دلوقتي عشان ما افضلش بس اقول شكرا لفلان وشكرا لفلان وشكرا لفلان. شكرا مقدما لكل اللي هقولهم دول. في قناه اسمها اغاني اطفال تعليميه بدون موسيقى، في عماد ثابت، ابراهيم عطيه، احمد حسن، الداعيه الصغيره، احب الخير، فاطمه تي في، مزرعه الساجدين، لا فاطمه تي في، فاطمه دي تي في، مزرعه الساجدين، مهدي كمال، يحيى غنام، زد في، عمر اكس زد في، نوره، عبد الله ابو فرات، دعوه الى الله، فاطمه السيد، مصطفى ام سي سي، ايه يويو، المهبول المهبول، عطسه اوتاكو، عطسي اللي هو كده عطسه والله بحبك بالله، سينيوريتا ايه، ميجو بركات، مهدي شاهين، طارق خليفه، يحيى وصال، احمد الرفاعي، محمد حفناوي، ماجد عصام، ايوب، مؤمن ريان، ومؤمن الشيخ. اخر 2 اسمهم مؤمن زي بعض. الله المستعان. شكرا لكم كلكم، شكرا لل 120,000 تقريبا اللي موجودين على القناه. ان شاء الله تقريبا 30 اسم او 35 اسم زيهم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بحبكم في الله جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.